بس شو القيم القصوى؟ ايه هذا مش درس جديد يعني، هذا احنا حكيناه قبل شوي ترى، ما جبنا شيء جديد. اذا كلمه القيم القصوى نعمل معها نفس الاجراء اللي عملناه مع التزايد والتناقص 100%. اساسا القيم اللي بيكون عندها المشتقه بتساوي صفر شو بنقول عنها؟ قيم حرجه، اللي هي بيكون عندها المماس افقي او بيكون عندها المشتقه غير موجوده. بس انتوا ما خدتوش انتوا تفاصيل كثير على غير موجوده، فاحنا راح نركز بس على القيم اللي بيكون عندها المشتقه الاولى بتساوي صفر. خلينا ندرس الاقتران هذا اللي قدامنا. الاقتران هنا في هذه الفتره، هذا قاف، هي رسمه قاف مش رسمه قاف فتحه. الاقتران في هذه الفتره من سالب ما لا نهايه لعند هذه النقطه اللي هي لعند جيم، شو بيكون نقول عنه؟ متزايد. والاقتران من عند جيم واحد لعند جيم اثنين شو بنقول عنه؟ متناقص. الان جيم واحد فصلت بين تزايد وتناقص، اذا قيمه عظمى محليه، المماس عندها بيكون افقي. يعني القمم والقيعان هي القيم القصوى. هون عند جيم اثنين بتكون قيمه صغرى محليه، ليش؟ لانه جاي تناقص بعدين تزايد. بس الثنتين قصوى. الثنتين قصوى، بس واحده عظمى محليه والثانيه صغرى محليه. يلا جيم ثلاث شو بنحكي عنها؟ جاي تزايد بعدين تناقص. اذا قيمه عظمى محليه. كلن عندنا المماس افقي، كلن عندنا المشتقه الاولى بتساوي صفر. عند جيم اربعه الاقتران شو ماله؟ كان متناقص بعدين صار متزايد. فهي قيمة صغرى محلية. هذا اللي احنا بنحكي عنه القيم القصوى. شو جديد؟ ولا اشي. لما اقول لك جيبي نقطا حرجة، نقط، لما اقول لك نقط يعني لازم يجيب السين والصاد. اما اذا قال لك القيمة التي يوجد عندها طلع السين لحالها. هاي بدنا نركز عليها كويس. كويس؟ خلص. نيجي على القيم الحرجة، حكينا هي بيكون عندها المشتقة إما تساوي صفر أو المشتقة إيش مالها؟ غير موجودة. هاي النقاط اللي إحنا بدنا ندرسها. راح نتعلم على اختبار المشتقة الأولى، اختبار المشتقة الأولى اللي صرنا ساعة بنسوي فيها على فكرة. تدرس الإشارة بعدين بتشوف التزايد والتناقص، هذا كله شرح قرأي لحالك. خلينا ناخذ السؤال. جد النقط الحرجة والقيم القصوى المحلية إن وجدت للاقتران. اي عادي نفس الخطوات السابقه. ايوه انا بدرس العين، بشتقها، بسوي الاشاره، بحل المعادله، بدرس الاشاره. تناقص تزايد معناته قيمه صغرى محليه. نفس الاول. نفسه ما قلت لك ما فيش شيء جديد. انا شرحته هناك بس هون بعيد عليه امثله. طب لما اقول لك جيبي لي النقطه الحرجه ايش لازم تسوي؟ اثنين وقاف الاثنين. عوض في الاصلي بالضبط. اثنين وعوضهم. 2 تربيع 4 ناقص 8 زائد 3 بيطلع سالب 4 بيطلع سالب 1. اذا النقطه الحرجه هي 2 وسالب 1. ديري بالك لما يقول لك نقط يعني لازم تطلع السين والصاد. يلا جد النقط والاعداد الحرجه والقيم القصوى ان وجدت لهذا الاقتران. شو الفرق بين النقط والاعداد؟ النقط يعني بيطلع سين وصاد، اعداد يعني نقول سين يساوي. إذا قلت لك القيمة الحرجة هي بتجيب الصاد. أقول لك أنت عشان ما تلخبط حالك في الامتحان جيبي كل شيء. طلعي كل شيء. يلا خلينا نسويها. راح نجيب أول شيء الاشتقاق. أنت ملاحظ إنه ما طلعتش من الدرس اللي قبله؟ كان بنحكي نفس الدرس. تساوي صفر، حل المعادلة بيطلع واحد. على خط العدد. بدرس الإشارة. لمين؟ لقاف فتحة. مرة ثانية بدرس الإشارة لقاف فتحة. بحط هون سالب ما لا نهاية وهون ما لا نهاية. الآن بحط الواحد. إشارة مين بدرس أنا؟ المشتقة. لو حطينا صفر بيطلع سالب. هون بيطلع موجب. إذا أنا هيك جاوبت على التزايد والتناقص. الآن قاف في هذه الفترة متناقص، هاي قاف متناقص، هون في قاف متزايد. هذا اسمه اختبار المشتقة الأولى هيك. أنا هيك بشتغل عليه اسمه اختبار المشتقة الأولى. عند الواحد ها طلع كيف؟ عند س يساوي واحد يوجد قيمة حرجة هي قاف الواحد. عوضي
قافل واحد نعوضيه هون الاصلي. يلا قافل واحد قديش بيطلع؟ واحد ناقص اثنين زائد واحد يساوي صفر. اذا النقطه الحرجه هي بالضبط واحد وصفر. هل الفرق بين نقطه وبين قيمه؟ كويس. الان قافل واحد قديش طلع معانا؟ صفر. كويس. اذا عند س يساوي واحد يوجد قيمه حرجة هي الصفر. طيب ايش هي القصوى؟ يوجد قيمة صغرى محلية عند س يساوي واحد. وهي خلاص من جاوبت. يعني اصلا هي خلاص بحكي في قيمة قصوى. وهي الواحد من دون ما اعمل الخط هذا. من عملته وخلصت. لو عملت لا كيف اعرفك انها صغرى؟ بلكي عظمى. يعني تناقص تزايد، لو كان تزايد تناقص بصير عظمى. وهي واحد وصفر. يعني لازم تعمل الخطوات اللي احنا سويناها. يوجد قيمة صغرى محلية، لا غلط مش هاي نقطة. وهي واحد، وهي صفر آسف. يعني القيمة الصغرى صفر. القيمة الصغرى صفر. ما هو عند س يساوي واحد تبي. يوجد قيمة صغرى عند س يساوي واحد وهي صفر. الجواب يعني إذا بدك تقولي نقطة القيمة القصوى بتقولي إيش؟ واحد وصفر. إذا ميزي بين عند س القيمة هي النقطة هي. بس هاي مصطلحات يعني على أساس إنه جاوب على قد السؤال. يلا جد النقط والأعداد الحرجة والقيم القصوى إن وجدت. أتوقع كل نفس المبدأ. مجرد اشتقاق، ساوي بالصفر، حل المعادلة وادرس الإشارة وسلامتك. إذا هنا عند س يساوي واحد إيش فيه؟ قيمة عظمى محلية. عند س يساوي اثنين يوجد والقيمة هي حسب ما بعوض بالاقتران. بقول القيمة الصغرى أو هنا عند سالب واحد. القيمة العظمى المحلية هي 12. القيمة الصغرى المحلية هي سالب 15. لكن نقطة القيمة العظمى أو النقطة الحرجة هي نقول هيك نقول سالب 1 و12 2 وسالب 15. هذول النقاط الحرجة. نقاط كلمة نقاط يعني بدك تجيبي السين والصاد. شو جديد في الموضوع؟ رجع قال لك جيبي فترات اتزان وتناقص قيم سين الحرجة قيم القصوى. إذا هاي الأسئلة شو مالها؟ ضايل بس فكرة واحدة بدنا نحكيها اللي هي فكرة اسمها اختبار المشتقة الثاني. شوفي خلينا ناخذ هذا الاقتران. خلينا نفكه عشان ما أحلوش على الضرب يعني. يعني قاف سين هون شو بيساوي في التدريب؟ 24 سين ناقص 2 س تكعيب. مظبوط هيك؟ مظبوط. الان بدي ادرس شو بدي ادرس؟ بدي ادرس فترات التزايد والتناقص، قيم الحرجه، قيم القصوى، بس بدي استخدم اختبار المشتقه الثانيه. مش اختبار المشتقه الاولى. حلو الكلام؟ حلو الكلام. كيف؟ عادي بمشي على الخطوات اللي تعلمتها. اختبار المشتقة الثانية يجي في مكان معين، هسه بقول لك وين راح يجي. يلا، بنقول أول شيء قاف فتحة. يلا احكي. 24 ناقص 6 س تربيع يساوي؟ يلا حل المعادلة. 6 س تربيع يساوي 24، س تربيع 24 على 6. من نقلتها، هي هاي اللي نقلتها وخليت ال 24 موجبة. قسمي على 6، 24 على 6 قديش؟ 4. إذا س تساوي زائد أو ناقص. لعند هنا ما غيرت شيء أنا. مظبوط؟ الآن القيم اللي طلعوا معاي س تساوي 2 وس تساوي سالب 2. هذول عند المشتقة الأولى شو بتساوي؟ صفر. لأن الأصفار المشتقة الأولى أصلاً، هذول أصفار المشتقة الأولى. إذا المشتقة الأولى عندي لو عوضت في المشتقة الأولى ب2 بطلع صفر. لو عوضت في المشتقة الأولى بسالب 2 برضه بطلع صفر.
إذا هذول هم القيم الحرجة أو النقاط الحرجة أو اللي عندهم في نقاط حرجة. عندهم في نقاط حرجة. الخطوة اللي وراها شو كنت تسوي؟ خط أعداد ومش عارف إيش. الآن ما بدي أعمل خط أعداد. بدي أعمل اختبار المشتقة الثانية. بروح بجيب المشتقة الثانية. شو بتساوي؟ سالب 12 سي. إذن هون بكتب المشتقة الثانية كتبتها قدامي. أنا بدي أطبق اختبار المشتقة الثانية. بروح معوض قاف فتحتين للاثنين. شو بيطلع الجواب؟ ممتاز. واجيب قاف فتحتين للسالب اثنين. بيطلع موجب 24. قاعدة جديدة. القيمة اللي بيكون عندها المشتقة الثانية سالبة نقول عنها صغرى. لا آسف. اللي بيكون عندها المشتقة الثاني سالب بيقول عنها عظمى محلية. وها شو نقول عنها؟ صغرى محلية. هذا اسمه اختبار مشتقة. طب افرض اني اشتقيت المشتقة الثانية عوضت القيمة هاي اللي هي اصفار المشتقة الاولى عوضتهم في المشتقة الثانية طلع الجواب صفر. نقول فشل الاختبار. نرجع مرة ثانية على اختبار المشتقة الاولى على الاشارات. كويس. الان انا ايش فهمت من هذا الكلام؟ طيب فهمت انه اذا عند اثنين شو في عظمى محليه. شو يعني عظمى محليه؟ يعني قبلها متزايد وبعدها متناقص. تزايد تناقص. وعند السالب اثنين قبلها تناقص وبعدها تزايد. اذا انك طلعت فترات تزايد تناقص كلها. اتكيت. يعني هذا بنعتبره بديل لمين؟ الاختبار المشتقة الأولى اللي هو دراسة الإشارة. طلع زمان برجع لدراسة الإشارة. إذا طلب منك اختبار المشتقة الثاني بدك تستخدم الاختبار المشتقة الثاني. ما طلب اشتغلي على خط الأعداد على الاختبار المشتقة الأولى. يعني أنت مخيرة بأنك تحلي على هذا أو على هذا. هيا تطلع زي هذا المثال باستخدام اختبار المشتقة الثاني. معناته لازم تستخدم اختبار المشتقة الثانية. مش على كيف يكون. جيب القيم القصوى إن وجدت. فبشتق مرتين. المشتقة الأولى بسويها بالصفر. بحل المعادلة. طلعت الأصفار. هين الأصفار. نجم نحل بالتفصيل لأنه سألات يعني. كررات الأسئلة. كويس. الآن المفروض لو بدي أشتغل على اللي هو الطريقة القديمة. لازم أعمل هيك. خط أعداد. هاي اللي هو اختبار المشتقة الأولى. نحط سالب ما لا نهاية إلى ما لا نهاية. نحط سالب 2 4. هذا اختبار المشتقة الأولى هيك اللي تعلمناه احنا. وبندرس إشارة المشتقة الأولى. هون ما بينهما يخالف. إذا هون سالب. هون موجب. وهون موجب. مظبوط. إذا متزايد. متناقص. متزايد. هذا لمين؟ لقاف. إذا هذا عند السالب 2 عظمى محلية. عند الأربعة صغرى محلية. تعال نشوفها باختبار المشتقة الثانية. عوضي الأربعة في المشتقة الثانية. شو طلع؟ 18. يعني صغرى محلية. مظبوط. عند الأربعة في صغرى محلية. مظبوط. وهناك طلعت سالبة. إذا عظمى محلية. فهمت هيك؟ سهلات. يعني بس هي مجرد. طبعا لما أقول لك استخدم اختبار المشتقة الثانية. إذا أنت لازم تلتزمي أنك تسوي الاختبار المشتقة الثانية. توقع هذول كلياتهن نفس المبدأ. يعني مش راح نضيع وقت عليهن. بسيطات. لما يطلع المشتقة الثانية صفر شو بنقول؟ فشل الاختبار. في هاي الحالة شو بنعمل؟ نرجع على الإشارات اللي تعلمناها زمان. شو رأيك في هذه المادة؟ هذا الأولاني أتوقع روتيني مباشر. والثاني كمان روتيني مباشر. فيني شيء بالمرة. خلينا نحل رقم 3 اعتمادا على الشكل الذي يمثل منحنى الاقتران المشتقة الأولى. قلت لك بس يقول لك إنه يمثل منحنى الاقتران المشتقة الأولى شو لازم تعملي؟ أول شيء بطلع وين المنحنى قطع محور السينات. وبعمل خط أعداد. وبكتب قاف فتحة. شيك علمتك؟ يلا إيش؟ بشوف وين قطع. بحط هون 2. بحط هون 5. بحط هون من سالب ما لا نهاية إلى ما لا نهاية. وببدأ أدوس الإشارة.
ما قبل الاثنين سالب. ليش؟ لانه مرسوم الاحمريات وتحت محور السينات. بين الاثنين والخمسة مرسوم فوق محور السينات. سالب. اذا هون بيكون متناقص متزايد متناقص. عند الاثنين يوجد قيمة صغرى محلية وهي حرجة، وعند الخمسة يوجد قيمة عظمى محلية ايضا هي حرجة. اذا كل قصوى حرجة، ولكن ليس كل حرجة قصوى. نعم. بس قال لك انه هذولا مشتقة عندهم بتساوي صفر، شو بفهم؟ ان هاي قيم حرجة. اذا قيم سين الحرجة عند سين يساوي اثنين وعند سين يساوي خمسة. اصلا عرفتها من الرسم. اللي عند المشتقة الاولى بتساوي صفر هي القيم اللي بيكون عندها نقاط حرجة. طلعت فترات التزايد والتناقص، وطلعت القصوى ونوعها عظمى ولا صغرى. يلا اذا كان الاقتران قاف سين قيمه حرجه، شوف عنده الف مجهوله عند سين. طيب كيف بدنا نجيب؟ بنجيب قاف فتحه سين، ما بدي ترجم شو يعني حرجه. 6 سين ناقص الف شو بدي اياها؟ تساوي صفر. قيمه سين اللي بتخلي عند سين يساوي 2، اذا عند سين يساوي 2 يوجد حرجه. اذا قاف الاثنين هي اللي بتساوي صفر. قاف فتحه الاثنين بتساوي صفر. نعيد نكتب بالتفصيل معلش. أول شيء بجيب المشتقة الأولى اللي هي 6 سين ناقص ألف. الآن قاف فتحة الاثنين لأنها حرجة بتساوي صفر. إذا عوضي مكان اثنين صفر على مكان سين اثنين قصدي. 6 في 2 ناقص ألف يساوي صفر. إذا 12 ناقص ألف يساوي صفر، ومن ألف تساوي 12. قلت الألف أنا. وين وصلنا؟ تطبيقات. هني ضايل هني درسين، تطبيقات وقيم اقتصادية. اقتصادية شرحنا، بظل بس علينا إذا التطبيقات المسائل القيم القصوى. هذا إن شاء الله بنأخذه بحصة مستقلة لحاله. عبين ما تدرسي هذولا وتدربي عليهن، أتوقع بسيطات بينش أي أفكار حتى.